مرحبا بمتابعي قناه تحميدي. بديتو ولا ما بديتوش؟ ما بديتوش ها؟ ما بديتوش الكومنتر واش بديتو ولا ما بديتوش المراجعه ديالكم؟ طبعا اللي بدا حد موفق، واللي مازال ما بداش طبعا يبدا لان ان شاء الله الوقت كيجري وكيجري بزاف. اذا لحيتو كما كنقول لكم ديما، لحيتو عليكم مزيان. اذا هذه الحلقه ان شاء الله اللي هي الحلقة الثانية تمهيدية لإحياء الحلقة الثانية تمهيدية لإحياء النموذج. ربما شي حاجة طاحت من هنا ما عرفش. الحلقة الثانية تمهيدية لإحياء النموذج بعد ما وضعت الحلقة الأولى، لكن في الأخير ديال الفيديو وقع يعني مشكل تقني اللي ما خلانيش طبعا أنني باش نكمل، يعني باش نكمل الفيديو كامل. لكن قبل ذلك كنتمنى على ان على انكم تنزلوا القناه الثانيه ديالي اللي هي عوالم خفيه. طبعا غادي نخلي لكم الرابط ديالها سواء هنايا اللي غيبان لكم من الفوق، اولا غادي نخلي لكم في صندوق الوصف اولا في التعليق اللي غنثبتوا. طبعا كنتمنى على انكم تدخلوا وتشتركوا وساكون لكم شاكرا. اذا غادي نحاول نعطيكم واحد النبذه تاريخيه على شعر احياء النموذج. إذن كما كتعرفوا على أن شعر إحياء النموذج بدأ تحديدا نهاية القرن 19 وبداية القرن 20. علاش هذه النبذة التاريخية؟ لأنكم ملي غتكونوا كتكتبوا المقدمة إذن ضروري تشيروا على التاريخ ديال ظهور شعر إحياء النموذج، ثم بعد ذلك غادي نعطيكم المراحل اللي داز منها شعر إحياء النموذج. ولكن قبل ذلك شنو هي الهدف أو الغاية من إحياء طبعا النموذج؟ اذا كما كتعرفوا على ان شعر احياء النموذج كان مزدهرا على مستوى على مستوى اللغه، على مستوى الاساليب، على مستوى البنيه الايقاعيه، على مستوى الصور الشعريه، لكن في اي عصور كان مزدهرا؟ اذا كان في العصر، تحديدا العصر الجاهلي والعصر الاموي، وامتد حتى للعصر العباسي. إذن فأنا أعطيتكم واحد النبذة تقريبا لتاريخية لعامة حول إحياء النموذج. ولكن هناك بعض التسميات الأخرى طبعا كاين اللي ما كيعرفهاش، بحال مثلا نقولوا كاين عندنا إحياء النموذج، عندنا الشعر الكلاسيكي، عندنا البعث والإحياء. إذا هذا كلهم تسميات ديال إحياء النموذج، غير في حالة ما أنه مثلا تعطاكم في السؤال أو لا شي حاجة يعني من هذا القبيل، فعرفوا بأنه وراء إحياء طبعا النموذج. إذا ولابد خصكم تكونوا كتعرفوا، والأسماء باش ما تطرحوش في شي مطب أو لا شي حاجة في حلقة. إذا دابا غنعطيكم شنو هي الغاية، علاش جاء شعر إحياء النموذج. إذا الغاية التي جاء من أجلها إحياء النموذج هو تجاوز عصور الانحطاط من حيث اللغة والأساليب والموضوعات والبنية الإيقاعية ثم الصور الشعرية. أي كنقصدو بعصور الانحطاط أي أن كان العرب بصفة عامة كانوا يعني وقعوا في واحد مجموعة من الهزائم اللي خلتهم أنهم طبعا يرجعوا اللور. إذا فإلى تراجعوا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي، إذا حتى على المستوى يعني اللغة والإبداع إلى غير ذلك، فهو حتى هو يعني كيتراجع. إذا في هذه المرحلة هذه اللي طبعا غادي نذكرها لكم ضمن المراحل اللي غادي نسرد عليكم دابا، عرفات يعني تقلص والرجوع إلى الوراء على المستوى الشعر. إذا هنا الشعراء غادي يموتوا وما غاديش يبقى الشعر كما كان عليه، كما قلت لكم في العصر الجاهلي والعصر الأموي والعصر العباسي اللي كانوا يعني الشعراء في الأوج ديالهم، كان الشعر يعني هو المزدهر، هو يعني كان هناك سوق وهو سوق عكاظ، يعني كانوا الشعراء بينتهم في منافسة إلى غير ذلك. كان الشاعر مثلا إلى بغى يطيح من شي قبيلة، إذا كان كينظم قصيدة معينة، وهذيك القصيدة يعني كتكون قصيدة جيدة على مستوى يعني اللغة، على مستوى البنية الإيقاعية إلى غير ذلك. فيعني هنا كان الشعر متطورا ومزدهرا. إذا فغتجي يعني واحد المجموعة من المراحل اللي أنا غادي نقول لكم دابا. إذا هناك ثلاث يعني مراحل كبرى بالنسبة للشعر.
طبعا الشعريني بصفه عامه. اذا المرحله الاولى هي مرحله الازدهار اللي قلت لكم دابا عليها، قلت لكم ان الشعريني كان متطور ومتقدم على جميع الاصعده، وحتى يعني حتى يعني في العصر الاسلامي، حتى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده شاعر وهو حسان بن ثابت، يعني كان ينظم القصائد الى غير ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الامه الاسلاميه يعني بصفه عامه. اذا هذه المرحله الاولى هي مرحله الازدهار، يعني واستمرت هذه المرحله الى العصر العباسي 656 هجريه. اذا لاحظوا معي شنو يعني المراحل اللي امتد منها الشعر وهو كان متطورا. ثم بعد ذلك غادي تجي لنا المرحله الثانيه وهي مرحله الانحطاط، وهي مرحله موت الشعر نتيجه سقوط بغداد على يد المغول. اذا هنا غادي تكون حرب ما بين بغداد وما بين المغول، فغتسقط يعني بغداد وسيعرف الشعر انتكاسه وانحطاطا الى وانحطاط الى غير ذلك. درف ان الشعر غادي يموت ان صح التعبير. ولكن غتجي واحد المرحله، المرحله هي المرحله الثالثه اللي غادي يستطع فيها الشعر انه طبعا باش اولى الشعراء ديال هذه المرحله هذه انهم باش يحيوا الشعر كما كان يعني في القديم. اذا في هذه المرحله مرحله احياء النموذج، وهنا سيحاول الشعراء هذه الفتره احياء الشعر وذلك كما كان معروفا في مرحلته الاولى. اذا غيحاولوا انهم باش يحيوا التراث الشعري ديالهم كما كان يعني في العصر الجاهلي والاموي والعباسي الى غير ذلك. اذا فهنا غتبان لنا شيء احياء النموذج، وغيبانوا لنا واحد مجموعه من الشعراء طبعا ان شاء الله اللي غادي نذكرهم لكم في المقدمه على راسهم البارودي والى غير ذلك، يعني من الشعراء اللي غادي يبرزوا غيبانوا يعني تحديدا في هذه المرحله هي مرحله البعث والاحياء اللي هي احياء النموذج. اذا ومن خلال كل هذا، من خلال هذه الاشياء كلها، سيسعى شعراء احياء النموذج الى احياء الشعر على مستوى، اذا غيحيوا لنا الشعر على على يعني واحد مجموعه من المستويات انا غادي نعطيهم لكم دابا على مستوى المواضيع. اذا غيعتمدوا لنا اغراض تقليديه قديمه كما كانت يعني في الشعر الجاهلي، وهي هذه الاغراض بحالش بحال المدح، بحال الغزل، بحال الفخر، بحال الرثاء، بحال الهجاء، بحال الوصف. الاشياء هذه كلها يعني خصكم تكونوا يعني كتعرفوها، حتى الا ما كنتوش يعني كتعرفوها فهذه فرصه انكم باش تقلبوا عليها، لان مازال باش مثلا غنبدا نحلل لكم القصائد الى غير ذلك، غنقول لكم مثلا اعتمد مقدمه مثلا فخريه او مقدمه طلاليه او مقدم، هذه الاشياء كلها يعني خصكم يعني تكونوا كتعرفوها، او مثلا على مستوى المواضيع هنا استعمل مثلا الغزل، هنا استعمل الوصف، هنا استعمل الرثاء، هنا استعمل هذه الاشياء يعني كلها خصكم تكونوا طبعا كتعرفوها، ولا ضبطوا غير في تكليك لافي درتو طططط من هنا الرثاء راه غيطلع لكم عدد يعني من الصفحات وعدد من يعني من البحوث اللي حول هذا الشيء اللي باغي نتعرف. اذا على مستوى اللغه، على مستوى اللغه، اذا نعتمدوا لغه صعبه موروثه على الشعراء القدماء، اذا غيستعملوا واحد اللغه اللي هي موروثه ورثوها من الشعراء القدماء. يعني اللغه انتم ان شاء الله ملي نكونوا كنحلوا القصائد الشعريه غتلقى واحد اللغه اللي هي صعيبه، ماشي اللغه اللي يعني سهله يعني اللغه المتداوله المتداوله يعني العاديه. اذا فهي النموذج هذا هو الصعيب اللي كيكون فيه، يعني كتكون في واحد اللغه ربما اللي اللغه صعيبه شيئا ما، خصك تكون يعني ضليع باللغه العربيه وتكون عندك واحد الباجاج يعني ديال اللغه العربيه وديال المصطلحات الى غير ذلك باش تقدر يعني تفهم قصيده مثلا من قصائد ديال يعني احياء النموذج. اما المستوى الصور الشعريه فاعتمدوا صور تقليديه قديمه كتشبيه والاستعاره والكنايه. ان شاء الله ملي غنكونوا كنحلوا ايضا هذه المصطلحات هذو في الصور الشعريه خصك تكونوا ضروري كتعرفوها، لان ملي غتوصلوا كما قلت لكم يعني التحليل ديال القصيده فضروري خصنا نذكروا شنو واش كنقصدوا بالتشبيه، شنو هما الاغراض، شنو هما المكونات ديال التشبيه، شنو هو الاستعاره، شنو هو الفرق ما بين التشبيه والاستعاره، واش الاستعاره هي التشبيه او لا، يعني شنو فهمتي الاستعاره هي تشبيه حذف احد طرفيه. هاد الاشياء يعني كلها خصكم، والكنايه شنو هو الفرق ما بين الكنايه والاستعاره، هاد الاشياء حقيقه يعني خصكم تبحثوا عليها
هذه فرصه طبعا باش ملي غنكون ان شاء الله كنحلل القصائد تكونوا يعني مواكبين معايا. على المستوى البنيه الايقاعيه، اذا اعتمدوا بنيه ايقاعيه مرونه، يلتزم الشاعر بنظام الشطرين المتناظرين، شطرين يعني متناظرين كما قلت لكم في التمهيد الاول، الشطر الاول والشطر الثاني. اعتماد على البحور الخليليه 16 والقافيه والراوي الموحدين والتصريع في البيت الاول، اذا اعتمدوا يعني الشطرين المتناظرين، قافيه موحده وراوي موحد، وايضا اعتمدوا التصريع. اذا مش كنقصدوا التصريع هو يعني تقارب الكلمات، خصوصا يعني الكلمه الاخيره في الشطر الاول والكلمه الاخيره في الشطر الثاني، اذا هنا كيكونوا متقاربين على مستوى يعني مخارج، على مستوى يعني التقطيع العروض ديال الكلمه الى يعني غير ذلك الاشياء ان شاء الله. طبعا غتقلبوا عليها وغنشرحها ملي غادي نكون يعني كنوقف عليها في التحليل ديال القصائد. اذا على مستوى يعني بناء القصيده، اذا مبنيه وفق البناء التقليدي القديم، مقدمه طلاليه او غزليه او وجدانيه ثم ينتقل الى اغراض اخرى. اذا هنا غادي نشوفوا في احياء نموذج يعني في تعدد الاغراض، نشوفوا مثلا الغرض الاول اللي كتكون فيها مقدمه طلاليه، البكاء على المدينه، البكاء على يعني الحي او لا شي حاجه اللي كان يعني عاش فيها الشاعر، نقصدوا به الاطلال، ثم يعني واش مقدمه وجدانيه الى غير ذلك، ثم كيبقى ينتقل الاغراض الاخرى اللي بغى يقول، مثلا بغى يمدح او لا بغى يوصف او لا بغى الى غير ذلك يعني في العرض، ثم كينتهي بواحد الحكمه. هذه الحكمه هذه اللي هي كتعتبر هنا عباره عن خلاصه في النهايه ديال القصيده ديالك. ان شاء الله الاشياء كلها غادي نشوفوها اثناء التحليل، لكن اتمنى على ان هذه المصطلحات اللي عطيتكم دابا انكم تمشيو تبحثوا عليها باش ان شاء الله ملي غادي ندير الفيديو الثاني حول تحليل يعني قصيده، سواء يعني في نص احياء النموذج بصفه عامه، تحليل يعني نص احياء النموذج سواء في النص النظري او النص التطبيقي، تكونوا متبعين معايا وتكونوا يعني عارفين مصطلح الى غير ذلك. لكن الى ما فهمتوش شي حاجه من هادشي اللي سنعطيكم دابا، خليوه لي في التعليق الاخوان، رجاء خليوه لي في التعليق هاد الاشياء هادو، باش انا كنبني الفيديو الثاني او كنبني الفيديو ديالي اللي غادي ندير، كنبني على الاسئله اللي نتوما طرحتو. ولكن كنتمنى على انكم تكون ما تنساوش القناه ديالي الثانيه اللي هي عوالم خفيه انكم تشتركوا فيها، وشكرا شكرا شكرا لكم. الى الحلقه القادمه ان شاء الله.